السرقه امر عادي تعرض ليه، ولكن في الفيديو هذه غادي تشوف ان الملايين ديال المغاربه تسرقوا بشمته، سرقوا بمباركه حكومه عزيز اخنوش. ولكن قبل ما نبدا الفيديو هذه ما نحتاجش نفكر الناس اللي كيهبطوا الكومونتيرات لتحت وتيكتبوا خويا اسرات راه غتشيل الحبس، هاد الدري هذا راه غادي يتم الاعتقال ديالو. انا خايف ومقدر الموقف ديالكم تنتوما، ولكن اجي نهضروا غير بالمنطق. يدي فيه جوج ديال الكتب، الدستور المغربي اللي جاب المباركه ديالكم وبصناديق الاقتراع اللي صوتوا عليه بنعم، والقانون الجنائي اللي كيتعاقب اللي كيعاقب المجرمين واللي فيه القوانين اللي كيمشي اللي كتصدر على المجرمين. انا اللي كتقولوا عليا غنمشي للحبس كنهضر بمقتضى دستوري الفصل 28 واللي كتقول حرية الصحافة مضمونة ولا يمكن تقيدها بأي شكل من الأشكال ديال الرقابة، وللجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية من غير أي قيد. ولكن هاد الناس اللي ما كتقولوش عليهم مشي للحبس واللي بالنسبة لكم اللي هضرت عليهم أنا غنمشي للحبس، غادي بالقانون الجنائي الفساد تدبير العموم تدبير الأموال العمومية سرقة الأموال العمومية استغلال النفوذ، الأقل واحد فيهم أقل واحد فيهم العقوبة ديالو لا تبعنا غير 448 في الفصل 6 ديال التجارة في البشر، واللي هي غنهضر عليها في هذا الموضوع هذا، عنده عقوبة من 20 سنة حتى 30 سنة ومن 100 مليون ديال السنتيم حتى 600 مليون سنتيم غرامة. لا هادو ما يمشوش للحبس، غيمشي للحبس غير اللي كيهضر بالقانون وكيكشف. انا غادي نقول لكم قبل ما نبدا الفيديو هذا، الا بالنسبه لكم ان الارشاد المغاربه ووعي المغاربه وادلائهم بالحقيقه هو موضوع ديال التحريض، وان الناس اللي كينهبوا المال العام يبقاو مستورين ماشي تحريض، هاي الديها هي والعنوان راكم عارفين. نبدا في الفيديو ديالي ونقول لك ان العنوان ديالو اللي غنخرجوا به كاملين هو اغناء الاغنياء من الاصدقاء، تضارب المصالح وسرقه من جيوب المغاربه بعد ما خرجوا من رمضان لعيد الاضحى العطله الصيفيه الدخول المدرسي. غادي تخرج الناشرين اللي كيخرجوا الكتب الدراسيه والمطابع الدراسيه وغادي يقولوا للمغاربه غنزيدوا في الاسعار و 63% الحكومه غتخاف على المغاربه وغتخرج واحد غادي يديروا اجتماع ما بين وزاره التعليم وزاره الماليه والناشرين، غادي يجلسوا غادي يتفقوا انهم غادي يمشيو لذاك صندوق اغلاق الثقب اللي سميتو صندوق المقاصه ونهزوا منه واحد 10 مليار و500 مليون نعطيوها لهم باش ينقصوا من الاسعار، وغير باش يخليوا الاسعار في بلاصتها ما تزيدوش على المغاربه وما تنقصوش، غير خليوها غنعطيوهم 10 مليار و500 مليون من المغاربه. وما نحتاجش نقول لكم كل درهم الضريبه اللي كيخلصوها المغاربه في كل درهم تهزات من صندوق المقاصه، هادشي ما نحتاجش نوضحو. المغاربه بالله عليكم من بعد ما خديتو 10 مليار الناشرين بس تخليو الاسعار، شنو الراي ديالكم في هاد الصور هادي اللي غتشوفو دابا؟ والله الا حرام، قسما بالله الا حرام، باش نكون معكم واضح، ان الوزير بخباره وهادشي واحد الصحفي البارح هو اللي دار هذا البحث هذا وجمع هذه المعطيات هذا، واللي غيضر في الخاطر بزاف هو هادشي اللي غتسمع. ومن هذا المنبر هذا غنوجه الرساله ديالي للوزير الداخليه والسي عبد اللطيف الحموشي باش يعطي الصفه الضبطيه لبعض الصحفيين باش يوقفوا على الامور، حيت الحكومه ما مسالياش كتصنع لي قولبات ديال دو لي بران. السيد الوزير غيقول للصحفي سير اخويا قلب عندك المكاتب اللي كدير هاد الشيء هذا وجيبهم ليا عنوان بعنوان دور المغرب كامل. هاو اليه المراقبه شناهو؟ الوزير غيلوح الكره الوزير ديال الداخليه بامر ديال ان الوالي والعامل هو اللي عنده الصفه ديال المراقبه. البارح ما غاديش يسالينا الصحفي غيمشي وغيعيط للناس ديال العماله، وعندي التسجيلات ديال الاتصال ديالو بهم كيقول العماله راه الحكومه كتقول لكم انتم اللي عندكم اليه المراقبه ديال هاد الشيء، العماله باش غتجاوبوا؟ غتقول لي سير قرا القانون، بهذا المصطلح هذا، سير قرا القانون، القانون الجديد كيقول لك بان آلية المراقبة اللي عند الأمانة والقسم اللي متخصص المراقبة فقط يمشي يشوف البقال ومول الحانوت ومول المكتبة واش معلق ليا الصبورة ديال الأثمنة، إلا معلقها داير القانون ديالو كنزيد في حالاتي. وبالله عليكم واش ماشي عيب هذا الشيء هذا؟ انا ما كنقولش ليك نقص من الاسعار، ما كانش كنقول نقص من الاسعار، ولينا كنقول لكم ضبطوا لنا غير هاد الشركات هادو اللي كتهدد المغاربه بشكل يومي في البلاغات ديالها وكتاخذ الدعم منهم المحروقات ومنهم غيرهم ومن غيرهم من داك الفائض اللي ما بغاش يتسالى المخزون اللي ما بغاش يتسالى حتى ولا هو غادي دابا عاوتاني كيرتفع وغيزيد يرتفع. انا ما كنقولش لكم دابا الاليات المراقبه ضعيفه جدا بالله عليكم واش الى متى؟ انا كنقول لكم ثاني مره الروند الخامس المغاربه راه داخلين حلبه طاحنه، كل واحد كيعطي اللي كتجي فيه دقه من هنا ديال 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 رمضان كيعاودوا عيد كبير من هنا، كيجي الصيف كيضربوا من هنا، جا دابا الدخول المدرسي يضربهم هكذا بجوج يدين المغاربه،
وما بيديهم حيلة. ما منحتاجش نقول لكم بان مازال غنلقى منكم اللي غير في الكومونتيرات وغيكتب راه غيتم الاعتقال ديالو. واش بالله عليك واش انا اللي نستاهل الاعتقال؟ انا غير كنوضح وما غاديش نحتاج نتابع الناس اللي كيقولوا خليت لك الله غدا قدام الله نتحاسبوا. انا بغيت نتحاسب هنا وغدا قدام الله نتحاسب مع لونتوراج ديالي. ما نتحاسب مع واحد عنده 40 مليون نسمه كتحاسب معاه. السلام عليكم.